مساكم يا شباب، بدنا نعلمكم اليوم اغنيه غداره يا سوسو للفنان مثل ما غناها الفنان جدوع الاحمد. شباب هي عبيات الله انا مشرق السي، بس الايقاع زوري، ما عندي ايقاع زوري صراحه. هذا الاورج راح استخدم ايقاع اللف يعني بيشبهه. اوكي، اول شيء بفوت بالاغنيه هيك بسرعه الايقاع 106. حلق راح اعزفها بايقاع بطيء بسرعه 67. شباب بعدين بفوت بالكلمات، نفس اللحن شباب، بس يخلص شباب بفوت بحركة هيك. استخدم هذا صوت الربابي، بس اكيد ربابي احسن من هاي لانه هاي الاصوات اللي عندي انا، ما تاخذوني يا شباب. بصير يشتغل على الصبا، بعدين بغير الصوت. سرعنا الإيقاع أكيد رح تطلع أجمل بسرعة 106. أوكي شباب، بس العبها شباب هالحركة هيك باختمها. بعدين بفوت بكلمات يما يما، انه هيك اللحن نفس اللحن. بعدين شباب تشيلي وراها للكلمات،
بعدين شباب يفوت بلحن قرايب ما اريد القرايب، هيك اللحن يعني. استمع الإيقاع. طبعا انا في شغلات عم زيدها على الاغنية ما خاصة بالاغنية. شباب بعدين بفوت بتأشيه اللي بيحكي شوقي من السعودية، بس اللحن هيك. شباب بصوت الربابة. اسمع الايقاع اكيد تطلع احلى. شباب بيحكي سمعتك عشقة تامر، انه اللحن هيك يعني. شباب حركة بس يحكي ولو ولو ولو. We'll be right back.
الشباب بفوت بتشيله هيك. شي هدول الحركات ما خصهم بالاغنية عم بيطلعوا معي انا هيك صراحة ما خصهم. بعدين شباب اخر شي بحكي مبروك سوا بالزفاح عني ايدش لا تبكين. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تحياتي لكم جميعا.